كان عندنا لقاء اليوم للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ خطة الطوارئ تبع الكهرباء. الشيء الإيجابي بالموضوع أنه المدير العام الكهرباء عرض لواقع تطور الخطة، ومن ضمنه وضع المخزون تبع الفيول، ومن ضمنه الجيبية وإيداءها والرصيد الموجود بكهرباء لبنان بحسابها بمصرف لبنان، وحصل تنويه للتقدم الإيجابي في مسار تنفيذ خطة الطوارئ. بالحقيقة هيدا التنويه حصل من قبل يمكن إجماع الحاضرين باللجنة، وهيدا شيء إيجابي. بنفس الوقت أنتم بتعرفوا في مشكلة مستجدة اللي هي موضوع الفيول اللي كانت طلبته كهرباء لبنان بالربيع، وتم تنفيذه بناء على توجيهات الكهرباء بالنسبة للطلبية، وعملنا مناقصة عامة مفتوحة شفافة أول ما بناء على توجيهات اللجنة، وعملنا المناقصة ورسيت المناقصة بعد ما كنا اجت أول عرض لقيني غالي، أنا ساعتها لغيته ورجعت عملتها مرة تانية للمناقصة تحت الشرق العام، يعني مرتين وصلنا لعرض أفضل للمؤسسة. رسيت المناقصة على شركة على أساس البريميوم $95 والدفع مؤخر 6 شهور. اللي حصل أنه بعد ما كنا أطلعنا اللجنة على موضوع نتيجة المناقصة اللي هي تلزيم مؤقت، اللجنة ما انعقدت لحتى تعطي موافقة مباشرة وصريحة على نتيجة المناقصة وعلى الترسية النهائية. بنفس الوقت نحن كنا بدنا نمشي الشغل بناء على الطلب من الكهرباء، ونحن كنا بلغنا اللجنة، وهون في هالالتباس انه نحن بلغنا اللجنة بس ما اصرينا على انعقاد اللجنة. هلا هون في رئيس اللجنة كان لازم يصر على انعقادها، ونحن كان لازم انه نسعى اكثر على الموافقه اللجنه، بس الحقيقه انه تقدم خطه الطوارئ ماشي صحيح واشاد فيه كل الحضور باللجنه. اليوم اللي صار انه عرض المدير العام لموضوع المخزون، طلع انه المخزون الكهرباء كافي لهذا الشهر القادم، بمعنى بيقدر يكمل يعطي 4-5 ساعات بالمخزون الحالي، وانما بحلول اكتوبر في اذا ما فوتنا هيدي الباخره في احتمال للبلاك اوت او حتى نوصل لاضطرار لتنقيص التغذيه، يعني مبادرات ساعتها لحتى التمديد اللي موجود، لانه بغياب هيدا الكميه بتوضع المخزون ب يعني بدائره الخطر. هيدا الواقع اللي عرض عليه عرض الكهرباء. بالاضافه لهالشيء اللي فرجه كهرباء لبنان هي انه من سلفه الخزينه اللي هي 300 مليون ما انصرف الا 200 مليون، بعد في 100 مليون وهي ممكن تتمول الشحنه من جزء من ال 100 مليون. طبعا هون كان في رد انه المصرف المركزي ما بده يمسك شيء من المودعين، وهيدا نحن ما بدنا اياه كمان، يعني احنا ما بدنا، نحن فكرنا ال 300 مليون كسلفه خزينه مأمنه، مش عارفين هي مصدرها وين، لأنه نحن ما عنا شفافية بموضوع وزارة المالية ومصرف لبنان. بنفس الوقت عنا إمكانية لتسديد أو فتح الخطاب الاعتماد اللي أنا بذكر كمان أنه وزير المال وافق عليه، يعني وافق على فتح طلب فتح الاعتماد، فتح خطاب الاعتماد، وأنه الدفع رح يكون بعد 6 أشهر مش هلأ. حلو هلأ فينا نكمل ولا نقطع؟ ما بقى لأنه هون رح نوصل كمان الإمكانية عم بتسجل؟ الإمكانية الثانية هي أنه من رصيدة كهرباء لبنان عندها هلأ حسب اللي عرض لنا إياه المدير العام فوق 40 حوالي 43 مليون دولار، وإنما باللبناني، وبتعرفوا جزء كبير من هيدي المصريات باللبناني على أساس 100,000 وأكثر سعر الدولار، يعني مجدية بالنسبة لتحويلها من الليرة للدولار للمصرف المركزي لو رأى ذلك، لأنه نحن اليوم بمكان أنه بحاجة لحدا يحول هالأموال. نحن اليوم ما عم ناخذهم على الصرافين الدرجة الأولى لنحولهم، لأنه المؤسسة بتتكل على مصرف لبنان هو يعمل الأكسي على العملة الصعبة، يعني تحويل الليرات لدولار. بعد هون المشكلة المستجدة اللي هي صارت بانتقال الحاكمية من الرياض سلامي للدكتور وسيم منصوري، فبالتالي بعدنا تقريبا مطرح ما نحن، يعني اللي طلبته اللجنة اليوم هي انه نرجع نجتمع بوزير المال وبحاكم المصرف بحضور رئيس الحكومة طبعا، لحتى نشوف هل بيقدر بجدول زمني معين يوصل لما كان يقدر يفتح الخطاب الاعتماد لوزير المال. وزير المال اوريدي موافق عليه، وبس يصير في عندي معلومات اكثر من هيك
بوافيكم فيها. الغرامات شو وضع؟ الغرامات أوكي. هلا يعني إذا نحن اليوم طلبنا لصاحب الباخرة يردها، أول شيء إذا ضلت هيدي الباخرة لازم تعرفوا كلفة الفيول اليوم بالسوق العالمي أغلب $30 بالطن مما كانت لما حجزنا الباخرة. لما وصلت الباخرة السعر اللي نحن عنا إياه أرخص $30 من سعر اليوم. $30 ضرب 33,000 طن هن وصلوا، هيدي $1,000,000 لصالحنا، يعني قيمته لقلنا اليوم موفرين. صرنا إذا بدنا نشتري اليوم مندفع أكثر بـ$1,000,000، يعني بدل $29 مليون هي كلفته بتصير $30 مليون إذا بدنا نشتري اليوم. لذلك هي فيها وفر للكهرباء، فيها وفر للوزارة وعلى الدولة طبعا وعلى الناس لأنه كمان تصير أرخص الكهرباء. من ناحية تانية إذا بدنا نبعته، وهذا شيء فينا نعمله إذا قررت اللجنة أنه ما في غير حل تاني، وأنه قبلاني تاخد خطر البلاك أوت تبع أكتوبر بحال زاد الطلب وبحال لأنه عم نوصل على الكريتيكال بوينت تبع الكهرباء. بهالحالة إذا بدنا نرده لهيدا الشحنة، أنا اللي فهمينه أنه الشركة بدها تتكلف وبالتالي رح تكلفنا موضوع الدامرج اللي هو كذا $1,000 يمكن $20,000 بالكونترا لليوم، بس إذا كان بدها تستردها يمكن تشرج هي كلفتها للدامرج اللي هي أعلى مما هو في الكونترا يومياً على فترة 15-20 يوم يمكن رح ندخل بهالموضوع. بدكم تضيفوا لهيدا الشيء كمان كلفة النقل نفسه، يعني هي إشت البخرة وبدها ترجع، هيدا النقل له كلفة بده ينضاف. وفي بالأخير كمان شغل زيادة أنه بده يسوقه ويبيعه لحدا تاني، مواصفاته مختلفة عن المواصفات تبعنا اللي هي سيمنز حطت لنا إياهن، لأنه المعمل تبعنا عنده وضع معين على أساسه وضع سيمنز سبيسيفيكيشن تبع الفيول. إذا بده يعمل هالتحوير هيدا بالنسبة للكواليتي لحتى يقدر يبيعه مكان آخر بمكان، في كلفة كمان بهالبلندينج هيدا. كل هولي بدهم يصيروا لهم قيمة مالية بدنا نضطر نتحملها إذا كان بدنا نردها لهيدي الشحنة. هيدي هي المعادلة، يا منحافظ عليها للشحنة منكسب $1,000,000 بقيمتها للكهرباء ومنحمي حالنا من المحتمل اللي هو محتمل البلاك أوت أو على القليل تنقيص التغذية، بالعكس بصير نتطلع على إمكانية زيادة التغذية وهي شيء كل اللبنانيين بيرحبوا فيه، يا أما بيطلع أنه لا حول ولا ما في إمكانية من مصرف لبنان لا فتح رسالة الاعتماد، مع العلم أنه الدفع بعد 6 شهور، وبهالحالة منضطر أنه اللي يوديها منخسر $1,000,000 اللي هي بقيمتها والكلفة الإضافية اللي بدنا نعمل. هيدا هو طبعاً. هيدا هو بدون سبوت كارغو، بدون هيدي الكارغو اللي عم نحكي عنها، عندنا مخزون بيمشي لحد اكتوبر، بداية اكتوبر. بعد ذلك بصير نحن بدنا ننتظر الشحنة اللي بتجي وراها اللي مأخرة، فبالتالي عندنا فترة حساسة رح تكون ببداية اكتوبر. اهلا.